مشاهدينا متابعينا الاعزاء بكل مكان، نجدد بكم اللقاء والانطلاق المميز لفئة الصعوبة الافطامين ومسافة 1200، انطلاقي ثالثي اشواطنا والمخصص للابكار. مباشرة نفتتح الاذاعة مع علي بن محمد الوهيبي، من يقدم لنا الشاهينية على المركز الاول. المركز الثاني حيث التسلل من الذيبة، وسعيد بن سالم اليحافي قادم اللي يقدم لنا الذيبة. المركز الثالث وصلت الباهية، ومانع بن محمد الحبسي قادم اللي يقدم الباهية على المركز الثالث. المركز الرابع حيث انطلاق مميز وتحدي خطير وأداء رائع ليشاهد الانطلاق والوصول والتحرك اللي وصلت بزيارة أحمد بن سالم النوفلي. ولكن الله يا علي يا بن محمد يا الوهيبي، من يقدم لنا سلالة شاهينية؟ من يقدم لنا سلالة مرموقة؟ من يقدم لنا سلالة تعرف الإنجازات، تعرف التاريخ، تعرف البطولات؟ دائما ما تظهر في الإنجازات والتاريخ المسطر السلالة الشاهينية علي بن محمد الوهيبي. من يقدم لنا شعاره؟ من يقدم لنا الإثارة؟ الباهية على المركز الثاني محمد مانع بن محمد الحبسي. ولكن الله علي بن محمد الوهيبي يقدم الشاهينية، وصلت الباهية الشاهينية والباهية الشاهينية والباهية، ولكن الشاهينية وعلي بن محمد الوهيبي من قدم لنا الشاهينية. سلام يا ابو محمد، سلام سلام، تحية واحترام على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني الباهية مانع بن محمد الحبسي. اذا تهانينا والناموس لأهالي ميدان البطحة على هذا الفوز والانتصار.